أول من وجهت له أصابع الاتهام بأنه يخطط لنقل الأموال إلى الخارج من المغرب وتهريبها كان مسؤولا بارزا في الدولة، هو الوزير القوي المهدي المنبهي الذي بدأ حياته السياسية قبل وفاة الحسن الأول بفترة قصيرة، واستمر عمله داخل القصر الملكي كمقرب من الملك أولا ووزيرا للدفاع ثم ممارسا لوزير الداخلية حتى دون أن تكون للمغرب وزارة للداخلية. وجهت للمهدي المنبهي تهم ثقيلة عندما كلف رسميا بتمثيل القصر الملكي في مراسم تربع إدوارد السابع على عرش بريطانيا، واستغل أعداؤه داخل القصر الملكي غيابه في هذه المهمة التي يفترض أنها من اختصاص وزير الخارجية، وروجوا ما مفاده أن المهدي المنبهي هرب معه مبالغ ضخمة مستغلا سفره إلى الخارج بمساعدة بعض أصدقائه الإنجليز ليبدأ حياة جديدة في بريطانيا إذا ما تأزمت الأوضاع في المغرب. وكان عند عودته أن يدخل السجن، فقد كان بعض المخزنية ينتظرونه في رصيف الميناء، وأخبره القائد ماكلين وهما في السفينة أثناء عودتهما إلى المغرب بعد انتهاء الزيارة الرسمية أن هناك من يطبخ مؤامرة ضده داخل القصر الملكي ويتهمه بأنه يهرب الأموال إلى إنجلترا بمساعدة أصدقائه البريطانيين الذين كانوا يترددون على بيته في فاس، لكنه لجأ إلى حيلة كما جاء في الرواية التي قدمها الصحفي صاحب المحلات السلطانية، إذ أن المهدي المنبهي عندما وصل إلى الميناء تنكر حتى لا يتعرف عليه المخزنية واتجه صوب القصر الملكي، وهو الأمر الذي تطلب منه السفر ليلة كاملة دون توقف من ميناء طنجة إلى فاس ليفاجئ الجميع بمثوله أمام الملك ولتوضيح ملابسات التهمة التي طالت. وفي الأخير تم طي الملف لأن أعداءه لم يكونوا يتوفرون على أي دليل مادي على تهريبه للأموال إلى الخارج. عند مغادرته بوابة القصر الملكي في آخر يوم من حياته السياسية القصيرة نوعا ما، تفرغ المهدي المنبهي ليعيش حياة هادئة في طنجة وفي الخارج أيضا بعد أن التهمة التي وجهت إليه لم تكن نابعة من فراغ، لأن بعض الذين عاصروه في آخر أيامه تحدثوا على أن الرجل كان ينعم بحياة هادئة في طنجة ويقوم رفقة زوجته وأبنائه بسفريات إلى الخارج للترويح عن نفسه في وقت كان فيه مستقبل المغرب على المحك، خصوصا مع اقتراب التوقيع على معاهدة الحماية سنة 1912. بهذا يكون المهدي المنبهي أول سياسي توجه له تهمة تهريب الأموال إلى الخارج، وتثبت السنوات بعد ذلك أنه فعلا كان ينقل بعض أمواله خارج البلاد لتأمين حياته ومكانته الاجتماعية في حالة ما إذا ازدادت الأوضاع سوءا. بعد ذلك جاءت فترة المسؤولين الآخرين الذين وجهت لهم نفس التهمة، وبينهم وزراء كبار ومستشارون في القصر الملكي في عقد الخمسينيات، وهؤلاء لم يكونوا في حاجة لكي توجه لهم أصابع الاتهام بتهريب الأموال إلى الخارج، بل كانوا يقومون بهذا الأمر في واضحة النهار بمساعدة أصدقائهم الفرنسيين الذين قدموا لهم كل الضمانات ببدء حياة جديدة في المدن الفرنسية بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى، واتهامهم بالعمالة وخيانة الدولة المغربية في عز أزمة العرش ونفي محمد الخامس إلى الخارج. وتكشف بعض المصادر أن الذين لم يتمكنوا من العبور إلى الخارج مثل محمد البقري والفاطم بن سليمان الذي كان يتبوأ أول وزير أول في تاريخ المغرب سنة 1954 كانوا بدورهم قد عملوا على نقل بعض أموالهم إلى الخارج،
كما أنهم استفادوا من تسهيلات قدمتها لهم الإدارة الفرنسية في المغرب لمساعدتهم على تحويل أموالهم إلى خارج المغرب وإيداعها في أبناك باريس وليون في انتظار سفرهم النهائي إلى فرنسا بعد تأزم الأوضاع في المغرب ليبدأوا حياة جديدة هناك. لكن الأمور صارت في اتجاه آخر، خصوصا وأن بعضهم كما وقع للمقري والفاطمي بن سليمان وآخرين لم يتمكنوا من مغادرة التراب الوطني وبقوا حبيسي منازلهم في المغرب، بل وتم الاستيلاء على ودائعهم بالخارج على يد أصدقائهم. أحد هؤلاء أيضا هو الحاج الحجوي، وقد صنف في لائحة الخونة التي صدرت بعد عودة محمد الخامس من المنفى مباشرة، وكان هناك حديث عن نجاحه في تهريب أموال مهمة إلى الخارج، وكان يتنبأ بقرب مصادرة ممتلكاته، بالإضافة إلى ذلك الحاج تامع بابو الذي كان الملك محمد الخامس قد وضع حدا لنفوذه بمجرد وصوله إلى العرش. وهكذا كانت سنوات الثلاثينات من القرن العشرين غير صارة بالنسبة له، ويقال إنه كان يشرع أيضا في نقل مبالغ مالية بمساعدة أصدقائه الفرنسيين، والدليل أن محمد الخامس عندما صادر أملاكه بالدار البيضاء حيا بكامله كان يملكه، تدخل الفرنسيون وقدموا الضمانات للقصر الملكي مقابل تمكين تامع بابو وزوجته من السفر إلى فرنسا ليبدأ حياة جديدة هناك. وما كان هذا الأمر ليتم لولا أن تامع بابو كان يتوفر على ثروة كبيرة بالخارج. إلى هنا أتي على نهاية هذه الحلقة، كل الشكر كل المودة لتفاعلكم ولتعليقاتكم ولدعمكم المستمر. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.